مباشرة عند اختصاصية فنطبخوا والحلويات سناء مدلان ونتعرفوا على أهم الحلويات الخاصة باحتفالات رأس السنة اللي غادي تقدم لنا. ألو سناء. أنا سناء. صباح الخير، لاباس عليك؟ صباح النور، كلشي بخير. الله يبارك فيك، مرحبا. الله يبارك فيك، نتمنى تكوني على خير، وتحياتنا ليك ولكل الأسرة ديالك، ومرحبا بك ومشكورة جدا على هذه الاقتراحات اللي غادي تقدمي للمستمعات، واللي نتمنى أنهم يسجلوا معنا غير بشوية ويتبعوا المراحل كيف ما هي، وأكيد إن شاء الله هاد لابوش وهاد الكاطو كلاصي غادي يصدق ليهم وينجح ليهم من المرة الأولى. إن شاء الله نجح 100% من المرة الأولى. كنتمنى أنهم يتبعوا غير المراحل وخطوة بخطوة حتى إن شاء الله كنكملوها. يعني ممكن أنهم إلى أننا صوبناها في الدار غطينا بواحد الكامل اللي هو مناسب على أننا غنشريوها. فعلا يعني اللي احنا غادي غنتعودوا عليها نبقاو نصوبوها. ايوا حنا كنعرفوا لي بيوش يعني على حسب المذاقات والنكهات والشكيلات كيكونوا طالعين في الثمن على حسب التزيين ديالهم، وكتكون احيانا يعني القدره الماديه صعيبه، لانه مثلا وخاصه حنا في هذه الاحتفالات كنبغوا نحتفلوا مع الاسره ونديو معنا كذلك بيوش اخرى للعائله، فكتجي صعيبه. اللهم نصيبهم في الدار وحاجه في ميزون، يعني حاجه كتكون نراقيه ملي كتصيب في الدار وكنعرفوا شنو فيها. هذا اللي كاين ان شاء الله. غادي نبداو بواحد الكاطو كلاصي بالكراميل. ايه واخا. اللي غنحتاجو فيها بسكويت داكواز. انا غادي نعطي الطريقه والمقادير في نفس الوقت، وغادي نحاول نعطيهم شويه بشويه باش نكملوها ان شاء الله. واخا. غادي ترفعي الصوت ديالك شويه سناء، تسمحي لنا صباح هذا ولكن بالنسبه لهذا البسكويت هذا داكواز، غنحتاجو في اناء غنطربو 450 غرام ديال ابيض البيض مع 250 غرام ديال سميدة حتى كيطلع كيولي مغانك. في إناء آخر تنديرو 150 غرام ديال أبيض البيض، هذه ثانية ما كنطلعوهاش، يعني غير كنحركوها غير بشوية، وكنزيدو عليها 225 غرام ديال بودرة ديال اللوز. زائد 225 غرام ديال السكر كلاصي مغربلين، يعني اللوز السكر كلاصي مغربلين، وكنزيدو عليهم 50 غرام ديال لاكريم فخيش. تنخلطو كل هاد العناصر زائد راس معلقة صغيرة ديال نسمة ديال الكراميل. ملي بغات دير شي نسمة أخرى ممكن. تنخلطو الكل وتنزيدو هاد الخليط على الخليط، يعني كنزيدو عليه المغانك. حنا طلعناها تنحركو بطريقة فنية، يعني يا اما كنحركو في نفس الاتجاه او لا كنحركو من تحت لفوق، المهم يعني ما نحاولوش نحركو بالزربه، يعني بطريقه اللي هي فنيه. ايه بشويه باش ما كينزلش لينا الخليط. واخا. وهذا الخليط هذا كيعطينا لاطا 40 على 60. يعني اللي بغات دير غير 30 على 40 ممكن تقسم المقادير، ولكن انا كنفضل انا هاد الدار كامل حيت غنديرو طبقات. كندخلوها للفران سخون، يعني كنشعلوها عليها غير لتحت حتى كتنشف، يعني عافية ميلة حتى كتنشف غير لتحت. ملي كيطيب هاد البيسكوي هذا تنديرو فوق منه القرقاع مهرمش ومحمر، يعني صافي خرجناه ملي كيطيب. حتى كيطيب. وكنفرتو فوق من هاد البيسكوي هذا وكندوزو عليه بالمدلك. ايه باش يلصق فيه. باش يلصق فيه القرقاع. غنمشيو ان شاء الله للسيرو اللي هو اباغايا بومب. سكنفرول تنديرو 40 غرام ديال الماء مع 150 غرام ديال سنيدة حتى كيولي سيرو على درجة حرارة 120. ملي ما عندهاش نزال الحرارة كديرو هاد السيرو هذا، كيبانو لكم هادوك الفقاعات الكبار راه كنعرفو في درجة الحرارة 120 121. كنصاوبو لاموس الشوكولا في إناء، تنطلعو 150 غرام ديال أصفر البيض، يعني هاد الحلوة ما غنضيعو فيها حتى حاجة. يعني أصفر البيض اللي شاطنينا في البيسكويت راه غنستعملو في الموس الشوكولا. واخا. تنطلعو 150 غرام ديال أصفر البيض وحنا كنزيدو في هداك السيرو. يعني سيرو كنهبطو بحال كنصوبو شكل بالمايونيز، كنهبطو خيط. وحنا كنطربو حتى كيطلع لينا وكيبرد، يعني كيطلع هاد الخليط كيولي بيض وكي بحال كيبرد ما تيبقاش سخون، حيت هذاك السيرو سخون بحال كنبردو بهذاك البيض. حتى كيبرد لينا الخليط وكيطلع، وكنزيدو عليه 150 غرام ديال الشوكولاط اسود غيش مذوب. 150 غرام. 150 غرام. وكنخلطو كل هاد العناصر بطريقة فنية باش ما كينزلش لنا هذاك لاباغي اللي صوبناها.
في الاخر تنزيدو 40 غرام ديال الزبده مذوبه، وكنزيدو 3 ديال الورقات ديال الجيلاتين مذوبين. 3 الورقات ديال الجيلاتين مذوبين ومصفين. اييه يعني كنديروهم في الماء كنعصروهم غير شويه وكندوبوهم في كاسخوط في باناغي، او الا بغاو ان يسهلوا عليهم الامورين ملي كنكونوا ذوبنا الشكلاط وكنكونوا في الزبنه الورقه ديال الجيلاتين كنلوحهم في هذاك الشكلاط كيكون شويه غير دافي. دائما الجيلاتين عمرنا ما نديروها شي حاجه اللي هي سخونه مباشره لان ما كتعطيش المخيوم، كتكون شي حاجه اللي هي دافيه بحال دابا بغينا نذوبوها في الشكلاط تيكون الشكلاط دافي وكندوبو فيه الجيلاتين. ايه واخا هذه اسهل طريقه. وفي الاخر كنطلعوا 200 غرام ديال لا كريم فريش كنطلعوا اني مونتي، يعني عندنا لاموس ديالنا وجدنا سيرو وجدنا دزنا عليها الشوكولا وزدنا الزبده وكنطلعوا هذيك لا كريم فريش مي مونتي وكنزيدوا على داك الخليط باش كتعطينا لاموس وشوكولا. بالنسبه للجيلاتين معلومه اخرى، يعني ولو اننا نعطي ثلاثه الورقات ديال الجيلاتين كنشوفوا على حسب الجو، بحال دابا حنا في الفتره هذه ما غنقدروا نديروا غير جوج. نقدروا كاع نتفاداوها الا كنا غنديروها غير في الدار حيت دابا الحال بارد. البارد فعلا. بالنسبه للصفر كنقدروا اننا نديروا حتى 4-5 باش تثبت لينا تثبت مزيان. باش كتثبت لينا، يعني دائما الجيلاتين هذا كنمشيو على حسب الجو. هذيك 200 غرام ديال القش الطريه كنطلعوها غير بوحدها ياك؟ كتطلع بوحدها وعاد نضيفوها على الخليط. عاد كنزيدوها على الخليط وكنحركوه بطريقه ثانيه باش ما كتهزش لنا لاموس ديالنا. واخا. دابا وقينا. دابا صافي ياك هذه لاموس شوكولا وجدات. يعني عندنا البسكويت داكواز وجدناه وعندنا لاموس شوكولا وجدناها، غادي نمشيو للكراميل. بالنسبه لهذا الكراميل هذا تنديرو في كاسرون 250 غرام ديال السميده زائد 25 غرام ديال الجليكوز زائد 60 غرام ديال الماء، الكل فوق النار حتى كيولي اللون ديالو بحال العسل. يعني في الاول راه ما كنحركوش كي كيعرف السيدات ما كنحركوش حتى كيتغير اللون ديالو كيبداو كيتحمروا لنا الجوانب شويه، وكنزيدو عليه 125 غرام ديال لاكريم فريش دافيه. لكن الى انه بالنسبه للسيدات الى هذا الكراميل هذا تحدد ليهم اولا سميتو راه كنرجعو فوق العافيه حتى كدوب سنيده، يعني ما يخافوش منه. وفي الاخير تنزيدو نسمة ديال الكراميل، كنحركو كل هاد العناصر وكنحطو على جنب. دابا ان شاء الله نمشيو لاموس كراميل، ياك مفهوم اسمع هادشي؟ ايه مفهوم، ايه مفهوم. يعني المقادير قليله خص غير الواحد يتبعهم وفي نفس الوقت يعبر غير بالغرام، يكون عنده الميزان ويعبر. هذا هو اللي حاجه اللي ما يعني دو كلها مراحل هي سهله. دابا لحد الان نمشيو قلتي لنا لاموس كراميل واخا شنو فيها؟ يعني نفس الطريقه اللي خدمنا بها الاولى غنخدمو بها بلاموس هادي. دائما في كاسرون تنديرو باش ناخدو لاباغاي بون ديالنا باش نطلعو بها البيض، دائما في كاسرون تنديرو 40 غرام ديال الماء مع 150 غرام ديال سنيده حتى كيولي سيرو على درجه حراره 120. في اناء اخر تنديرو 150 غرام ديال اصفر البيض وتنطربو فيه وحنا تنزيدو في السيرو، يعني نفس الطريقه اللي خدمنا بها الاولى حتى كيبرد لينا الخليط وكيطلع كيولي بيض. بالنسبه لهاد لاموس كناخدو في اناء كناخدو 100 غرام من الكراميل اللي صوبنا. واخا دابا قلتي لنا الموس كراميل ياك في كاسرون هادشي كله درنا 40 غرام ديال الماء و 150 غرام سنيده حتى كيولي سيرو على درجه حراره 120. 120 في اناء اخر تنديرو 150 غرام ديال اصفر البيض وكنطربوه وحنا تنزيدو في هذاك السيرو اللي حنا وصلت الحراره ديالو 120 تنطلعو حتى كيولي الخليط وكيولي بيض وكيتقال. بالنسبه لهاد لاموس هادي كناخدو 100 غرام من الكراميل اللي حنا صوبناه في الاول. الكراميل اللي حنا صوبناه كناخدو منو 100 غرام ياك، وكناخدو 150 غرام من هاد البيض اللي طلعناه مع السيرو اللي في الموس الكراميل ياك. هذاك السيرو اللي حنا طلعناه مع البيض كناخدو 150 غرام منو، يعني 100 غرام ديال الكراميل اللي صوبناه زائد 150 غرام ديال هذاك اطاغايا بون. كنخلطو هاد العناصر بطريقة فنية وكنزيدو ثلاثة الوريقات ديال الجيلاتين دوبي. وكناخدو 200 غرام ديال لاكخيم فخيش كنطلعوها مي مونتي وكنزيدو على هاد الخليط هذا ديال الكراميل وكنحركو بطريقة فنية. مفهوم يا سناء؟ إيه مفهوم.
بالنسبه لواحد المعلومه، الى ان هذا الكراميل هذا وجدناه قبل وقصاح ولا هذا، كنحاولوا ان نسخنوا، راه كان غير كناخذوا كنسخنوا كناخذوا 100 غرام. بالنسبه للكرامبل، الماء كنخلطوا كل، يعني عندنا الكرامبل كنديروا 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال لابودغ ديال اللوز، 100 غرام ديال السنيده، زائد 100 غرام ديال الفورص. كناخذ هذا الخليط هذا، كنبس 100 غرام زبده و100 غرام بودره اللوز و100 غرام سنيده و100 غرام فورص. ايه الخليط هذا كنحاولوا اننا كنبسبسوه بايدينا، نرملوه. ايه نرملوه وكندخلوه، كناخذ واحد لاطان فرشه بالورق وكنسرحوا فيها، وكل مره كنبقاو نحركوا بالفرشيط باش كيجينا كله مرمل. ايه باش كله كيجينا، الى ان السيدات بدا كيتجمع ليها ولا هذا، هي من الاحسن ملي كتخلطيه في المره الاولى حاولي دوزيه في شي غربال باش كيجيك مكسكس، واخا باش يجيها ساهل حتى في الخدمه. يعني ملي كديرو في اللاطه ما كتخافش منه مازال، واخا ما كيتجمعش، ما كيتجمعش، وفي كل مره كتبقى تحركو حتى كيوجد. في ماء اخر تنديرو 150 غرام ديال الشكلاط غيش مدور مع 150 غرام ديال الكرامبل، يعني كناخذو 150 غرام ديال الكرامبل. ايه ومي كنوجدو كنديرو في قرعه، راه ما كيطرى ليه والو، ديري في الثلاجه كل مره كتبقى تخدمي بيه. زينو ديال الكسار والحلويات واخا. ايه زائد 200 غرام ديال البخالين، كنخلطو هاد العناصر كلها وكنحطها على، وكناخذو القياس، ما نمشيش للمونتاج حتى للاخر، كنخلطو هاد الكرامبل مع هاد البخالين والشوكولاته، كنحطو على جنب. بالنسبه غنصوبو كلاصاج كراميل، الكاسرونه كنديرو 125 غرام ديال سنيده مع 4 معالق كبار ديال الماء، الكل فوق النار حتى كيولي كراميل وكيتغير اللون ديالو، وكنحركو بواحد كنحركو بواحد المعلقه ديال الخشب، وكنزيدو عليه 150 غرام ديال لاكريم فريش دافيه، كنحركو الكل وكنخليو حتى كيبرد، عاد كنزيدو عليه 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين زائد 2 معالق كبار ديال الناطاج، وكنبقاو نحركو حيت هو هاد الكلاصاج، يعني من الأحسن ملي كنوجدوه كله كنديرو في مولينيكس باش كيعطينا باش كيخرج هداك البغيونس ديالو. يعني ملي كنزيدو الناطاج وكلشي كنحركو وكنديرو في مولينيكس غير باش هاديك يعني غير باش يطحن، باش كيجينا حتى البغيون كيخرجو. صافي كان هذا هو اللي كنديروه الحلوه كلاصاج. كلاصاج بالنسبه للمونتاج كناخذوا كي قلنا قبيله في البخاليني، الاطار اللي غادي نوجدوا فيه الحلوه ديالنا كناخذوا واحد الورقه سوفيغيزي كنحطوا فوق من هذاك الاطار، وكنقاليو هذيك البخاليني مع الكرامبل مع كندخلوها كتجمد. كناخذوا الاطار ديالنا كنحطو فوق من شي حاجه، شي هذا كنطرشو شي بلاستيكه ولا ورق سوفيغيزي من اي حاجه، كنحطو السيركل ديالها، كنديرو البسكوي من الاول لتحت وكنقيرو، وكنديرو لاموس ديال الشوكولا كامله، وتنديرو البسكوي عاوتاني وكنسقيو بالسيرو، وكنديرو نص الكميه ديال الكرام ديال لاموس كراميل، وكناخذوا هذاك الكريم اللي مع البخاليني كيعطينا نفس الاطار كنحطوها فوق من هذيك لاموس ديال الكراميل. ايه وكنكملوا الكميه الثانيه ديال الكراميل ديال لاموس كراميل، يعني بحال قلتي كتجي لنا لا جينواز، كتجي لاموس جينواز، وكتجي عاوتاني لاموس كراميل، وكتجي هذيك الكروستيون ديال الكرامبل عاد لاموس. ايه وكنسرحوها مزيان وكندخلها للكونجيلاتور حتى كتجمد. ايه ملي كنخرجوها كناخذوا هاد الكلاصاج هذا، الا كان بار الا كان الا جمد لينا ولا شي حاجه، ملي كنسخنوا في باماغي وكندفيوه وكنحيدوا لو سيركل ديالنا وكنخويو على هاد الكلاصاج. ايه الله يعطيك الصحه، هذا التزيين كيبقى على حسب الاختيار، اي حاجه عندك في الدار غتجيني بها. فعلا دابا تبارك الله كاين دوك لي ترونسفير ديال الشوكولات ممكن نزينوا بهم حويجات ديال راس السنه الاحتفالي على حسب المناسبه، هذه نقدروا نديروا واحد الاحتفال بالنسبه لراس السنه، نديروا انيفيرسير، بغينا نديروا شي حد ممكن نديروها، يعني شي حاجه اللي هي عمليه فعلا وراقيه. الله يعطيك الصحه سناء، وكنظن على انهم هادو بسطتيهم لنا قدر الامكان، ويكفي ان الواحد يكون عنده الميزان باش يعبر، هاد المقادير مضبوطه
ويتبع هذه المراحل، والاهم هو انه يسجلهم ويخليهم عنده، وكل مره مثلا كلاصاج الكراميل يديروا في حلوه اخرى، الموس بالشوكولات يعني يديرها في حويجات اخرين. مهم عطيتينا لاباز ديال بزاف الحويجات. لاباز باش انا نخدموا بها، انا كتبتها بطريقتي وعاودت كتبتها باش نشرحها للمستمعات باش كلشي يجربها. هي يلاه يعطيك الصحه.